مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث. أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن الحياة، ما هي الحياة وكيف تكون. الكتاب المقدس أعطانا فكرة هامة عن الحياة تجعلنا نعتبر ان الحياة ليست مجرد الانفاس التي تتردد فيها. حياتنا التي على الارض، هذه الحياة المادية او الحياة الجسدية، ليست هي الحياة المقصودة. حياتنا على الأرض كما قال داود النبي، الإنسان مثل العشب أيامه كزهر الحقل كذلك يزبل، لأن ريحا تمر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. ومعلمنا يعقوب الرسول قال الحياة دي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. وأبونا يعقوب أبو الآباء قال عن أيامه، وكان عمره 130 سنة، قال أيام غربتي على الأرض قليلة وردية وليست مثل سنية أيام أبائي في أيام غربتهم. حياتنا على الأرض دي حياة مجرد اختبار لكي نعد فيه أنفسنا للحياة الأبدية. الذي يحيى على الأرض حياة حقيقية يقدر يوصل للحياة الأبدية. عايز أكرر العبارة دي تاني. الذي يحيى على الأرض حياة حقيقية يمكن أن يرث الحياة الأبدية. إيه الحياة الحقيقية؟ السيد المسيح بيقول في يوحنا 10:10، بيقول جئت لكي تكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. طب ما الناس عايشين، لكن تكون لهم حياة يقصد حياة من نوع تاني. لما معلمنا يوحنا الإنجيلي ذكر معجزات في إنجيله لم ترد في أي إنجيل آخر، مثل معجزة تفتيح عيني المولود أعمى، مثل معجزة إقامة لعازر، مثل معجزة تحويل الماء لخمر، معجزات أخرى، قال أما هذه فقد كتبت لكم لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. عشان تكون لكم حياة لازم يقصد حياة من نوع آخر، مش مجرد حياة تاني. هنا وأحب أن أشير إلى كلمة تاني عن الحياة وردت في الكتاب المقدس في أوله وآخره، في سفر التكوين وفي سفر الرؤيا. إيه دي؟ ما قيل عن شجرة الحياة في تكوين 3، شجرة الحياة. وفي سفر الرؤيا بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، وبيقول كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. تبقى إيه الحياة دي؟ إيه الحياة دي اللي قال عليها شجرة الحياة واللي قال أعطيك إكليل الحياة؟ تطلع إيه؟ لازم حاجة تاني.
وإيه الحياة الأفضل اللي بيقول عليها السيد المسيح. مش كل إنسان حي على الأرض يعتبر نفسه له حياة، مش ممكن. زي ما قلت لكم، قال لملاك كنيسة سردس إن لك اسم إنك حي وأنت ميت. فمش دي الحياة الحقيقية، مش مجرد الحياة الجسدانية اللي على الأرض. أمال تطلع إيه الحياة؟ من أجمل الكلمات التي قرأناها في الكتاب المقدس عن الحياة قول بولس الرسول: لي الحياة هي المسيح. لي الحياة هي المسيح. يعني لي الحياة هي المسيح، معناها ايه؟ قال في موضع اخر: مع المسيح صلبت لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا في. لكي احيا لا انا بل المسيح يحيا في، دي في غلطية 22. لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت إنسان مت مع المسيح وقمت، كما قيل في المعمودية في رومية 6، وكما ورد في كولوسي 2:12: دفنا معه بالمعمودية. إنسانك العتيق مات وقام إنسان جديد على صورة المسيح. في غلاطية 3:27، غلاطية 3:27 بيقول: لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. أنت لبست المسيح وصارت لك الحياة هي المسيح، وصار المسيح يحيا فيك. إذا كان المسيح بيحيا فيك يبقى أنت إنسان حي، ويبقى هتتمتع بالحياة الأبدية، تأكل من شجرة الحياة وتنال إكليل الحياة إذا كان المسيح بيحيا فيك. يعني المسيح يحيا فيك؟ لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. تصير متحدا بالمسيح بحيث ما تفعله هو ما يعمله المسيح فيك. ما تعمله هو ما يعمله المسيح فيك. طب اخش في نقطة تانية. في كورنثوس الاولى 3 وكورنثوس الاولى 6 يكرر الرسول معنى واحد: أنتم هياكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيكم. فإذا كنت ما تعمله هو ما يعمله الروح القدس فيك يبقى أنت حي. مين الأحياء اللي قال عليهم الكتاب في رومية 8؟ قال: الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. هم دول الأحياء. ايه الحياة الحقيقية؟ شوفوا المسيح بيقول ايه. قال في يوحنا 11 في كلامه مع مريم ومارثا، قال: انا هو القيامة والحياة. وفي يوحنا 14 في كلامه مع التلاميذ قال لهم: انا هو الطريق والحق والحياة. اذا المسيح هو اللي فيه الحياة الحقيقية. إن كنت عايش في المسيح والمسيح عايش فيك تبقى إنسان حي، غير كده تبقى حياتك مجرد حياة جسدانية وزيها زي قلتة، وقلتة أحسن. فياريت تحط قصادك الآية دي وتحفظها، تعلقها يفطف بيتك: لي الحياة هي المسيح. أو تحط قصادك
الآية دي: لأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. في كل تصرف من تصرفاتك اسأل نفسك: هل المسيح يحيا فيك؟ في كل كلمة تنطقها اسأل نفسك: هل المسيح يحيا فيك؟ هل تنطبق عليك الآية: لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم؟ دي هي نقطة. نقطة تاني في الحياة: ما هي الحياة؟ طبعا اي واحد ممكن يقول ان الحياة هي التخلص من الموت، والموت اجرة الخطية. اذا امتى تكون حي؟ لما ما يكونش عليك حكم بالموت. امتى تكون حي؟ لما يكون ما عليكش حكم بالموت، ما تكونش ميت. طب وازاي بقى ما اكونش ميت؟ الانسان الخاطئ هو انسان ميت، ميت روحيا، ميت لانه منفصل عن الله، والله هو الحياة. عشان كده الاب قال على ابنه الضال: ابني هذا كان ميتا فعاش، لما تاب عاش. والآية اللي سمعناها عن ملاك كنيسة سردس: لك اسم انك حي وانت ميت. إذن الإنسان الخاطئ هو إنسان ميت. وفي الرسالة إلى أفسس، أفسس 2:1 يقول: كنتم أمواتا بالخطايا. أموات بالخطايا. فالإنسان الخاطئ ده إنسان ميت، ليست فيه حياة، ليست فيه حياة إلهية، ليست فيه حياة روحية، ليست له حياة أبدية. ده إنسان خاطئ، إنسان ميت، حياته موت. الكتاب بيقول في رومية 8: اهتمام الروح هو حياة، واهتمام الجسد هو موت. فإن كنت عايش في الجسد وعايش حسب الجسد وبتطيع شهوات الجسد، يبقى انسان ميت، ليست لك حياة. اذا عايز تعتبر نفسك انسان حي، لازم تعيش بالروح وتسلك حسب الروح، لان اهتمام الروح هو حياة. دي الحياة. لكن فكرك الحياة ان فيك نفس بيتردد، وفيك قلب بينبض، وفيك مخ بيتحرك، دي حياة جسدية، دي حياة جسدية، لكن مش حياة فالله. الحياة الحقيقية: لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. الحياة الحقيقية أن يكون لك شركة مع الله، الله يحيا فيك، الله يعمل فيك ويعمل بك ويعمل معك ويكون له شركة معك. في الحالة دي تقول انك كائن حي، حي من الناحية الروحية، حي بحياة الله فيك. اذا الشركة مع الله، الشركة مع الروح القدس، الشركة مع المسيح هي الحياة الحقيقية. لهذا مفروض على الإنسان لكي يكون حيا أن يترك الحياة الجسدانية ويحيا حياة جديدة في المسيح يسوع، يحيا حياة جديدة في المسيح يسوع. هذه الحياة الجديدة هي التي أعطيت لنا في العهد الجديد. كيف تحصل على الحياة الجديدة؟ دي مسألة مهمة. حياتك تعتبر حياة بروحانيتها، بعمقها وليس بطولها.
الإنسان الحي هو الإنسان الذي له رسالة ويقوم بها مهما كانت حياته قصيرة. ليه رسالة في الحياة؟ يشعر المجتمع ان ده كائن حي منتج له رسالة. تشعر الكنيسة ان ده كائن حي منتج له رسالة. الذي ليست له رسالة في الحياة هو ليس كائنا حيا، ده مش حي، موجود زي قلته، لا يشعر المجتمع به ولا يشعر انه بيؤدي رسالة. امتى احنا بنشعر ان الشجرة مثلا حية؟ لما يكون لها رسالة، اما بتظلل وتعطي ظل، اما بتعطي ثمر، اما بتعطي رائحة، ليها نمو اسمها حية. غير كده لا تعطي ظلال ولا تعطي رائحة ولا تعطي ثمر، يبقى مش حية، ما نقدرش نقول عليها حية. فهل أنت ليك رسالة في الحياة وتقوم بيها وبيها تعتبر كائن حي ولا لا؟ أي رسالة؟ لذلك أولاد الله حتى الذين انتقلوا بنعتبرهم أحياء، وقال هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليس إله أموات لكن إله أحياء، لأن كل من دول كان له رسالة في الحياة. ما يهمش الرسالة طولها قديه، لكن عمقها قديه. خدوا مثلا يوحنا المعمدان، رسالته كانت بتاعت يدوبك سنة وبعد كده سلم الكنيسة المسيح، لكن في هذه السنة استطاع أن يعد لله شعبا بالتوبة ويعد الطريق قدامه. لمجرد سنة، لكن سنة حية فيها حياة. استفانوس رئيس الشمامسة عاش قديه؟ رسالته قديه؟ قصيرة جدا، لكن كان لها عمق شديد. ما يهمش الطول، كان لها عمق شديد، لذلك كانت له حياة. والكتاب المقدس كتب سيرته وقال مملوء من الروح القدس والحكمة ومملوء من الإيمان، ووقف قصاد مجامع وانضم جماهير لله رجال ونساء. له حياة، حياة تسجل في التاريخ، تسجل في الكتاب المقدس. المسيح نفسه عاش على الأرض قد إيه؟ 33 سنة وكم شهر؟ الخدمة اللي خدمها من أول سن 30 يعني 3 سنين وثلث، لكن حياة عمل فيها الخلاص والفداء، وقوم الناس في التعليم وعلمهم التعليم السليم، وحارب البدع في أيامه، وأعطى الناس النموذج السليم للصورة الإلهية. حياة، ما يهمش ايه الشهور القليلة او السنوات القليلة، لكنها كانت حياة، لها انتاجها، لها ثمرها، لها قوتها. فانت اسأل نفسك، هل انت كائن حي من هذا النوع ولا لا؟ ما هي رسالتك في الحياة؟ ما هو هدفك من الحياة؟ الحياة التي بلا هدف غير محسوبة، حياة بلا هدف، زي واحد مجرد يعيش عشان يكبر في السن ويتعلم ويتجوز ويخلف عيال ويموت، وعياله يكبروا ويتعلموا ويخلفوا عيال ويموتوا. طب ايه الرسالة؟ ايه الهدف؟ ايه الهدف؟ لما ربنا يديك اكليل الحياة، يديك اكليل عشان ايه؟ بالك من الكلام ده. لما ربنا يديك اكليل الحياة في الابدية، يديك اكليل عشان ايه؟ في ناس بياخدوا اكليل الشهادة، وناس بياخدوا اكليل البتولية، وناس بياخدوا اكليل الرهبنة، وناس بياخدوا اكليل الجهاد.
وناس بياخدوا اكليل العفة، وناس بياخدوا اكليل في الاحتمال. وانت ايه الاكليل بتاعك؟ هل ليك خدمة ليها اكليل؟ زي ما قال لملك كنيسة افسس لئلا يأخذ احد اكليلك، اذا له اكليل في خدمته. ايه الاكليل اللي ربنا يدهولك؟ اكليل الحياة. في ناس بياخدوا اكليل البر، زي ما بولس الرسول قال جاهدت الجهاد الحسن واكملت السعي وحفظت الايمان واخيرا وضع لي اكليل البر. ايه الاكليل اللي ربنا هيدهولك في اليوم الاخير؟ ما لازم تفكر في حياتك. جايز انسان عاش ومرت من حياته 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، طب ايه اللي عمله في حياته؟ ايه اللي هياخد عليه اكليل في حياته؟ ايه الثمر اللي عمله في حياته؟ بيقول كل شجرة لا تعطي ثمرا تقطع وتلقى في النار. طب ايه الثمر اللي انت عملته في حياتك؟ عشان تبقى حياتك ناجحة لازم تبقى حياة مثمرة، حياة مثمرة في الملكوت، حياة مثمرة في المجتمع، حياة مثمرة في البر. لازم تكون لك حياة مثمرة. طب ناخد شوية حاجات تانية عن الحياة. الحياة الحقيقية هي الحياة في البر. ربنا بيقول في تثنية إصحاح 30 بيقول حطيت أمامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، طريق الخير والحياة مع بعض، وطريق الشر وطريق الموت مع بعض، فافعل الخير لكي تحيا. يبقى اللي ما بيعملش خير ما بيحياش، حياته مش موجودة لا هنا ولا في الأبدية. افعل الخير لكي تحيا. بيقول المسيح في العظة على الجبل، بيقول ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. إذا كنت عايز تجد الحياة إذن لازم تمشي في الطريق الضيق والباب الضيق والطريق الكرب، لأن هو ده طريق ربنا. إذا كانت حياتك كلها عز وكلها متعة وكلها راحة وما فيش تعب من أجل ربنا، يبقى فين الحياة؟ ساعات ناس بيتعبوا لما يحملوا صليب ويجيلهم ضيقات ومتاعب. بالعكس، أنا بقول للناس إذا جالك صليب ومتاعب وضيقات قل أشكرك يا رب، هو ده الطريق بتاعك، لأن طريقك ضيق وكرب. وبيقول من أراد أن يتبعني يحمل صليبه ويتبعني. ما فيش صليب يبقى مش هي دي الحياة المظبوطة. إذا خلت حياتك من الصليب ينبغي أن تشك فيها، مش هي دي سكة ربنا، مش هي دي الحياة المقبولة. ده المسيح نفسه حياته كان فيها صليب كلها، مش بس صليب في الآخر لما فدانا، ده صليب فيما لاقاه من الناس من اتهام ومن شتائم ومن تعيير، وقالوا له أنت سامري وبك شيطان وبعلى زبول بتخرج الشياطين، وقالوا عليه كلام كتير جدا. قالوا له أليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان؟ قالوا عليه كاسر السبت، وقالوا عليه كاسر الناموس، وقالوا عليه ضد قيصر. حمل صليب، هو ده الطريق إذا كنت عايز تحيا. طب أرجع للآية تاني، شوفوا بيقول إيه بولس. بيقول مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. إذا عشان تحيا مع المسيح لازم تصلب مع المسيح، لازم تحمل صليبك.
الكنائس ليس فقط الأفراد بل حتى الكنائس، الكنائس التي تعيش في رفاهية ولا تتعب في الخدمة ولا تشهد لاسم الرب ولا تشقى ولا تصلب كل يوم ولا تصلب مع المسيح ولا تجاهد، نقول لها انت ماشية فين؟ فين السكة بتاعتك دي؟ توصل لربنا؟ توصل لربنا ازاي؟ ازاي توصل لربنا؟ ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياة. اذا علشان تحيا حياة سليمة انظر لنفسك ما هو مقدار تعبك من اجل الرب، وفي الحياة يبقى ايه؟ كل واحد سينال اجرته بحسب تعبه، زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الاولى 3، كل واحد سينال اجرته بحسب تعبه. من جهة الحياة دي فيه سفر اسمه سفر الحياة. هل اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لا؟ عشان يبقى اسمك مكتوب في سفر الحياة لازم تجاهد من اجل الرب، تخش من الباب الضيق، تمشي في الطريق الكرم. علشان تكون لك حياة لازم تنال الإفخارستية. المسيح بيقول من يأكل جسدي ويشرب دمي تكون له حياة يحيا بي، من يأكلني يحيا بي. هل أنت تتغذى بسر الإفخارستية وتأكل جسد الرب ودمه عن استحقاق؟ لأن بيقول من يأكل من هذا الخبز ويشرب من هذا الدم بغير استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه، أو يأكل دينونة لنفسه. لكن من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا بي، يحيا. هنا الحياة الحقيقية، لأن عملية الإفخارستية عملية تطعيم، بتأخذ حياة من الرب بسر الإفخارستية. علشان تعيش مع ربنا في حياة مظبوطة بيقول اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي الذي للحياة الأبدية. فين الطعام الباقي الذي للحياة الأبدية؟ فين الغذاء الروحي الذي تتغذى به روحك للحياة الأبدية؟ الطعام الباقي تتغذى بكلمة الله، لأن بيسميها كلمة الحياة، فيها كلمة الحياة. لما المسيح نسبه ومشي وقال لتلاميذه حتى أنتم أيضا تريدون أن تمضوا، بطرس الرسول قال له إلى أين نمضي وكلام الحياة الأبدية هو عندك. عشان تكون لك حياة لازم تتغذى بكلمة ربنا لكي تنمو بها تحيا بها. بيقول ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. إذا أنت ليك حياة بتتغذى بكلمة الحياة ولا ما بتتغذاش؟ كلمة الله بتخبئها في قلبك، كلمة ربنا بتصير حياة فيك. بيقول الكلام الذي أقوله لكم هو روح وحياة. عايز يكون لك حياة لازم تكون كلمة ربنا معاك باستمرار تتغذى بيها كل حين، تبقى كلمة ربنا قصادك تلهج فيها النهار والليل، تعمل بيها تعلمها لأولادك لكي يكون لهم حياة. تقول ابن شقي ومتعب ما يطواش الكلام لأنك لم تغذه بكلمة الحياة من صغره، لم تغذه بكلمة الحياة من صغره فما طلعش عنده حياة. تغذى بكلمة الحياة. إذن
واعتبرها غذائك في الليل والنهار لكي تحيا. إذا كنت عايز تحيا الحياة السليمة، اسمع قول الرسول في سفر الأعمال، بيقول أعطى الأمم التوبة للحياة، لأنك بالتوبة تحيا. الإنسان في الخطية بيبقى ميت، عايز يحيا لازم يعيش في التوبة، وبالتوبة تكون له حياة. لكن يفضل زي ما هو وخطاياه هي هي وبتتكرر امبارح والنهاردة وبكرة، طب يبقى فين الحياة بتاعته؟ أين الحياة؟ من غير توبة لا تكون لك حياة، لأن الخطية هي موت. لذلك الرسول بيقول كلام كويس في رمية إصحاح 6، بيقول إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه. وبيقول إيه تاني؟ بيقول لا تملكن الخطية في جسدكم المائت. مفروض الحياة المادية أنت بتموت عنها، متنا عن العالم، صلب الجسد مع الأهواء، مات فيك الإنسان العتيق وعاش إنسان جديد على صورة الله ومثاله. هذا الإنسان الجديد لا تملكن الخطية في هذا الجسد، عايش بالتوبة بالنقاوة بالطهارة بالقداسة، هي دي الحياة. لكن إنسان أهو بيروح الكنيسة ويخرج بالكنيسة ويقرأ الكتاب ويسيب الكتاب وماشي في الخطية، نقول له لك اسم إنك حي وأنت ميت. مش هي دي الحياة، مش هي دي الحياة. ليه؟ الحياة هي المسيح. بيقول من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب أن يرى أياما صالحة؟ اكفف لسانك عن الشر، ما تمشيش في حياة الخطية، لأن مش هي دي الحياة. إذا كنت عايش تحيا، خلي الحياة الأبدية أمامك باستمرار، ما تخليش هدفك هو العالم الحاضر. لأن احنا في كل قداس بنقول كما ورد في رسالة يوحنا الأولى، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم. الذي يحب العالم ليست فيه محبة الآب، العالم يبيد وشهوته معه. ومعلمنا يعقوب الرسول بيقول في الإصحاح الرابع، محبة العالم عداوة لله. الذي يعيش في محبة العالم، شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة، ليس هو حيا، لأن الحاجات دي ليست ثمر الروح القدس فيه. أنت عايز تحيا، تحيا إيه؟ تحيا بالروح، بروحك أنت. وروحك أنت بتحيا إزاي؟ بروح الله العامل فيها. يبقى إذا كنت عايز حياة حقيقية، جسدك يخضع لروحك وروحك تخضع لروح الله، تبقى عايش حياة مظبوطة. إلا إذا لم تكن هكذا فليست حيا. يا مناس بيدعوا الحياة وليست لهم حياة في الله. خلي أمامك الحياة الأبدية، كيف تحيا وتصل إليها. في ناس عاشوا فترة قصيرة جدا على الأرض ولكن كانت منتجة جدا. يعني خدوا اسم من الأسماء اللي في أيامكم، القس منسى يوحنا مثلا، اللي عمل كتاب تاريخ الكنيسة وكتاب يسوع المصلوب وكتب كثيرة جدا. ده مات عمره 30 سنة،
وكتاب تاريخ الكنيسة عمله هو شماس. في ناس لهم حياة منتجة. القديس أثناسيوس الرسولي كانت ليه حياة ذات تأثير ليس فقط في جيله إنما في كل الأجيال. لا يوجد أحد تعب من أجل لاهوت المسيح مثل أثناسيوس اللي حارب الأريوسيين. أثناسيوس وهو شاب صغير ألف كتاب تجسد الكلمة The Incarnation of the Word، وألف كتاب رسالة ضد الوثنيين وهو شاب صغير، وقاد مجمع نيقيا المقدس في اللاهوتيات ورد على أريوس وهو لسه شاب صغير. لذلك أصغر بطريرك عندنا في الكنيسة تولى كرسي ماري ماركوس هو القديس أثناسيوس، صار بطريركا وعمره أقل من 30 سنة. بطريرك وعمره أقل من 30. ساعات دلوقتي لما نرسم أسيس عمره 30 يقولوا ده صغير، أمال ده اللي صار بطرك وعمره أقل من 30. ليه؟ حياة منتجة قوية مثمرة في الكنيسة، جاهد من أجل الإيمان حتى لو وقف العالم كله ضده. ولذلك من أحسن الأوصاف التي قيلت عن أثناسيوس إن قديس جيروم قال عليه: مر وقت كاد العالم كله أن يصبح فيه أريوسيا لولا أثناسيوس. العالم كله كان هيضيع في بدعة أريوس لولا أثناسيوس. إذن حياته كان لها تأثير في جيله، وليس في جيله فقط، في كل الأجيال التي بعده كانت حياة منتجة. عاشت بعد جيلها. آباؤنا القديسون الذين وضعوا كتبهم الروحية التي نتغذى بها في أيامنا نحن، حياتهم استمرت، لم تقف عند حد الجيل اللي عاشوا فيه. في انسان بيعيش في جيل ويموت، وانسان يعيش في جيل ويسيب الحياة بالجسد وينتقل الى عالم الاخر ولسه حياته ماشية في الناس. حياته، افكاره، روحياته، مبادئه اللي عملها ما زالت تحيا في الناس. إنسان بيخدم أجيال بحالها، حياته عايشة. فأنتم هل ليكم الحياة الممتدة التي لا تموت بالموت، بحيث لو واحد فيكم بعد عمر طويل ساب هذا العالم تفضل حياته موجودة، تأثيره موجود في الأجيال التي بعده؟ هي دي الحياة المضبوطة. عارفين الناس القديسين اللي كانت حياتهم مرضية أمام الله ساعات بيخليهم يعيشوا في الجيل بتاعنا وإحنا موجودين. تبص تلاقي إنسان في ضيقة بعت له ماري جرجس يعمل له معجزة، تقول له ماري جرجس ده ماله؟ يقول لك حياته ممتدة، أنا ببعته لغاية دلوقتي بيعمل حاجات. العذراء مريم حياتها كانت في جيلها ما زالت ممتدة، ومعجزات بتعملها في أيامنا وكأنها عايشة وسطينا. ليه؟ حياتها مفيدة ممجدة، ربنا قال تستمر حتى بعد الموت. مين اللي حياته تستمر بعد موته؟ مين اللي بعد موته ربنا يأتمن على رسالة يؤديها للعالم حتى بعد ما يموت؟ مين اللي يعيش وله إنتاج يستمر بعد موته، او له مبادئ اصبحت مبادئ راسخة يؤمن بها الناس وتستمر حتى بعد موته؟ هي دي الحياة الحقيقية. مش واحد يعيش له يومين ويقول خلصنا على كده. طب وتخلص ليه يا حبيبي؟
ما انت ممكن تعيش يومين على الارض وحياتك تظل مستمرة، حياتك تظل. ممكن انسان يعيش ويقدم في حياته مثالية معينة، مثالية عملية، بحيث بعد ما يموت الناس يقولوا عايزين نعيش بطريقة فلان، عايزين نعيش بمبادئ فلان، عايزين نعيش زي ما ابونا كان عايش بالطريقة دي. واحد زي ابونا مخيل ابراهيم يعني حياته ماتت مقدم مثالية ما زالت موجودة. أنبا إبرام أسقف الفيوم حياته ماتت قدم مثالية ما تزال موجودة. فهل أنت قدمت مثالية في حياتك الناس يمشوا عليها؟ بيقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة ربنا. ليه؟ تمثلوا بسيرتهم، تمثلوا بأعمالهم. نكتفي بكده من فضلكم.